السلام عليكم. هنبدأ مع بعض الجزء الأخير الخاص بموضوع الميزانية المثلثية. الطريقة الثانية اللي بتعتمد على جهاز التدريج فقط، هذه الطريقة بتكون مناسبة جدا، وذلك للأهداف التي يصعب الوصول إليها أو الأهداف التي يستحيل الوصول إليها. ناخد مثال على هدف أنا عاوز أجيب منسوبه أو فرق المنسوب ما بينه وما بين النقطة المحتلة. مثال على كده، نقطة مثلا موجودة في واجهة عمارة أو على سطح عمارة، هيبقى من الصعب إنك أنت تقدر تصل إلى هذه النقطة. مثال على هدف يصعب أو يستحيل الوصول إليه، لو أنا عاوز أجيب فرق المنسوب ما بين نقطة أرضية والهدف بتاعي كان موجود على قمة جبل، ده هدف يصعب أو يستحيل الوصول إليه. ففي هذه الحالة ما بستخدمش جهاز خاص بقياس المسافات، وبكتفي بجهاز التدوليت فقط. استخدام التدوليت في عمل الميزانية المثلثية بيظهر فيه 3 حالات. الحالة الأولى، لو اني اقدر ان انا اعين المسافة الافقية ما بين النقطة المحتلة اللي واقف عندها جهاز التدوليت وما بين الهدف. في هذه الحالة هيبقى عندي نقطة محتلة وحيدة occupied station، وهيبقى عندي هدف وحيد وهو target. الحالة الثانية والحالة الثالثة اللي هي الحالة B والحالة C، دي في حال لو انا مش قادر ان انا اجيب المسافة الأفقية ما بين النقطة المحتلة والهدف. ففي هذه الحالة مش هيبقى عندي نقطة محتلة وحيدة، ولكن هيبقى عندي نقطتين محتلتين. إضافة إلى وجود الهدف يبقى عندي هنا إجمالا 3 نقط. الحالة الثانية، وهو إن الـ3 نقط، نقطتين المحتلتين والهدف، الـ3 نقط دول واقعين في نفس المستوى الرأسي. يعني لو احنا اسقطنا الـ3 نقط دول في المستوى الافقي هيجوا على خط مستقيم واحد. الحالة الثالثة اللي هي الحالة سي، بيبقى عندي الـ3 نقط، نقطتين المحتلتين والهدف، مش واقعين في نفس المستوى الرأسي، او لو اسقطناهم في المستوى الافقي الـ3 مش هيظهروا على خط مستقيم، ولكن هيكونوا مثلث في المستوى الافقي. الطريقة التانية زي ما هنشوف كمان شوية، أنا هعتبر إن أنا شغال في حالة المسافة القصيرة، فهأهمل تماما تأثير الانحناء والانكسار. ولكن لازم تكونوا عارفين إن لو المسافة ما بين التدوليت وما بين الهدف اللي أنا بوجه عليه أكبر من 400 متر، فلازم يؤخذ في الاعتبار تأثير الانحناء والانكسار. بأكرر مرة أخرى أن الشرح كله هنا في حال استخدامي التدوليت فقط في الميزانية المثلثية، إن الحالة بتاعتي هي حالة المسافة القصيرة short distance. ولكن طبعا إحنا عارفين لو إن المسافة زادت عن 400 متر فبتتحول long distance، وهيزيد على كل المعادلات اللي انتوا هتشوفوها لحساب المنسوب أو فرق المنسوب المعامل المعروف باسم الكومباين كوركشن او سي سي. نبدأ الحالة الأولى، وهي الحالة الخاصة بمعرفتي للمسافة الأفقية ما بين النقطة المحتلة اللي واقف عندها جهاز التدوليت والهدف بتاعي. هذه الطريقة بتكون ملائمة جدا للنقط اللي واقعة على واجهات العمارات أو الواجهات الرأسية. ليه؟ لأن لو جبت المسافة الأفقية من النقطة المحتلة للقاعدة بتاعت العمارة ذات الواجهة الرأسية، فهي تبقى نفسها المسافة الأفقية ما بين النقطة المحتلة والنقطة اللي أنا عاوز أجيب منسوبها، إن شاء الله أكون حتى فوق في آخر دور في العمارة، هي نفسها المسافة الأفقية لا تتغير. فلذلك بكرر تاني إنها بتكون ملائمة للنقط الواقعة على الواجهات الرأسية. طبعا مش هيبقى فيه مشكلة ان انا اجيب المسافة الافقية من النقطة المحتلة والقاعدة في الاسفل،
بعض الناس بتقول طب انت شغال هنا بجهاز هيدروليك، جهاز هيدروليك ما بيقيس مسافات، المسافة دي انت بتجيبها ازاي؟ المسافة دي ببساطة شديدة ممكن اجيبها باستخدامي للشريط في الاول خالص قبل ما ابدأ عملية الرصد الخاص بالميزانية المثلثية، وبتكون عبارة عن بيانات ابتدائية معلومة مسبقا من قبل ما انزل ارصد الزوايا اللي احنا هنشوفها كمان شوية. ممكن بهذه الطريقة ان انا اجيب المنسوب او فرق المنسوب للنقطة اللي موجودة على واجهة العمارة مع النقطة المحتلة. دي بنعملها ازاي؟ دي بيكون عندي بيانات ابتدائية في الاول، وهي عبارة عن منسوب النقطة المحتلة اتش اي، والمسافة الأفقية ما بين النقطة المحتلة وقاعدة المبنى اللي هي ربطت لها بالرمز اتش دي او horizontal distance. طيب ما هي الأرصاد observations؟ الأرصاد هتبقى عبارة عن الزاوية الرأسية، طبعا انا بظبط أفقية وتسامت عند النقطة اي المحتلة، وجهت بالتلسكوب على النقطة تي وليكن النقطة في أعلى العمارة، ومش شرط انها تكون في أعلى العمارة، ممكن تكون في أي مكان هنا اهو كده على الواجهة هنا في أي مكان هنا. دي الزاوية الرأسية بتاعتي. إضافة إلى ذلك بعين ارتفاع الجهاز، ارتفاع الجهاز من وش الأرض اتش اي، لو أنا رصدته بالرمز اتش اي. الحسابات calculations. المعادلة الخاصة بحساب المنسوب نقطة T منسوب الهدف بيساوي HA زائد HI زائد horizontal distance في tan V. HA اللي هو منسوب النقطة المحتلة A المسافة دي، HI ارتفاع الجهاز اهو من اول وش الارض، HD اللي هي horizontal distance المسافة الافقية من اول الهدف وذلك حتى النقطة المحتلة horizontal distance ده مضروبة في tan V في ظل الزاوية وليس في جيب الزاوية. ليه هنا بقول في ظل الزاوية؟ لو احنا فاكرين في المعادلة الخاصة بالدستومات كنا بنضرب في sin ال V. طب ليه هنا tan V؟ لو احنا فاكرين في الدستومات كنا شغالين على مسافة مايلة، كان عندي جهاز EDM، اما هنا فانا استخدمت الشريط او اي اداة اخرى جبت منها المسافة الأفقية، وبالتالي اختلفت المعادلة عن المعادلة الخاصة بالدستومات. طيب هيتبقى لي في الآخر اختلاف تاني ما بين حالة الدستومات وما بين حالة التدوليت اللي أنا شغال عليها دلوقتي، وهي اختفاء ظاهرة اختفاء آسف المعامل اتش ار أو ارتفاع جهاز العاكس. طيب ليه مش موجود؟ لسبب بسيط جدا، انا ما عنديش عاكس حاطه على النقطه تي، هي نقطه تي ظاهر عندي هنا اهي، مفيش عاكس محطوط هنا، عشان كده ما ظهرش عندي ناقص اتش ار اللي كانت موجوده في حاله الدستومات. نفس الكلام لو عاوز اجيب فرق المنسوب ما بين النقطه المحتله وما بين الهدف، هودي اتش اي الطرف الايسر، وبالتالي ليس لها داعي ان انا اعرفها. لو انا عاوز اجيب فرق منسوب يبقى مش محتاج ان انا اعرف منسوب النقطه المحتله كام، هيبقى المعادله اتش اي زائد horizontal distance في tan vertical angle. يمكن ايضا عن طريق الطريقه الاولى لاستخدام التدوليت ان انا اعين ارتفاع مبنى راسي. في عندي مبنى راسي رمزت لأعلاه بالنقطة T ولأسفله بالنقطة B، أنا عاوز أجيب المسافة الرأسية دي. البيانات الابتدائية المفروض أكون عارفها هي المسافة الأفقية من الجهاز إلى المبنى الرأسي. إيه الأرصاد اللي موجودة عندي؟ رصدتين تحديدا، أول حاجة الزاوية الرأسية وذلك إلى أعلى المبنى، والزاوية الرأسية إلى أسفل المبنى. ننتقل للحسابات. أنا هتعامل مع المثلث اللي في الأعلى ده اللي هو من أول هنا كده،
هو مثلث ذاكر تحديدا، دي نقطتين. مفروض انا عارف المسافة الافقية horizontal distance دي، وعارف الزاوية الرأسية في تي. طيب هذا الجزء من المبنى او جزء من ارتفاع المبنى ده اقدر ان انا اعينه عن طريق حل هذا المثلث. هذا المثلث معلوم فيه 3 عناصر، زاوية قائمة وزاوية تانية، وفي عندي المجاور للزاوية في تي. اقدر اخذ المجاور اخليه مقابل عن طريق ان انا اضرب horizontal distance في ظل الزاوية او في تان في تي. نفس الكلام هينطبق على المثلث اللي موجود في الاسفل. هذا المثلث اهو، دي الزاوية في بي، دي المسافة الأفقية، هذا المثلث قائم الزاوية. فهجيب الجزء التاني من ارتفاع المبنى اللي هو الجزء اللي انا بهشر عليه باللون السماوي ده. هذا الجزء بيساوي المسافة الأفقية مضروبة في ظل الزاوية في بي، horizontal distance في tan في بي. نخلي بالنا في القانون ده كده تحديدا، لو انا بصيت الى الاشارة ما بين الجزئين الاحمر والازرق ده والسماوي ده، بتلاقي ان الاشارة الموجودة ما بين الاتنين هي اشارة سالبة، اتش دي تان في تي ناقص اتش دي تان في بي، مش زائد. ليه؟ انا طبعا فرض فرضية هنا ان الزاوية الرأسية لما وجهت على أعلى المبنى كانت زاوية ارتفاع، والعكس لما وجدت على أسفل المبنى كانت زاوية انخفاض، يعني زاوية سالبة. فظل الزاوية السالبة الصغيرة دي هتطلع بقيمة سالبة. فلو أنا جمعت الجزئين على بعض، الجزء الأحمر والجزء الأزرق ده جمعتهم على بعض، أكني هنا بطرح الاتنين. فعشان كده أنا استخدمت إشارة سالبة، فسالب مع سالب يحول العملية الحسابية إلى إني أكني بجمع. مختصر الموضوع هنا، هذا القانون مظبوط والإشارة ما بين الجزء الأول والجزء الثاني سالب، ولكن عليك إنك أنت تحترم إشارة الزاويتين الرأسيتين. في تي هتعوض عنها بإشارتها عادي خالص، في بي هتعوض عنها بإشارتها عادي خالص، وهذا القانون يعتبر مظبوط. مثال: معطى ليا هنا منسوب النقطة A اللي هي النقطة المحتلة 34,750 من 1000 متر، ارتفاع جهاز التدوليت الواقع فوق النقطة A بيساوي 1.44 متر، المسافة الأفقية وال horizontal distance ما بين جهاز التدوليت من جهة وما بين المبنى الرأسي من جهة أخرى بيساوي 100 متر. معطى ليا جدول occupied النقطة A، في عندي هدفين B و T. الهدف B هو ايه؟ ان هو البوتوم او قاع المبنى، اما T فهو البيلدنج توب او قمة المبنى. مديني 2 VCR، مش قايل لي نوعهم ايه، فيس ليفت ولا فيس رايت، ودي قيمهم. المطلوب مني ان انا احسب منسوب النقطة B، احسب منسوب النقطة T، وبعد كده اجيب ارتفاع المنشأ بيساوي كام. الحل طبعا زي ما كلنا عارفين ان ال VCR اقدر اعرف هي فيس ليفت ولا فيس رايت من القيمة بتاعتها. طبعا الاتنين 97 وشوية و82 وشوية، قريبين جدا من 90 وبعاد قوي عن 270، فواضح جدا ان هما فيس ليفت. حسبت ال V bottom اللي هو الزاوية الرأسية للقاع، وال V top حسبتها. طبعا ال V bottom سالب 7 درجة 5 دقيقة 0 ثانية، في توب يساوي 7 درجة 35 دقيقة و0 ثانية. طيب هو في الاول طلب مني ان انا اجيب منسوب التوب ومنسوب البوتوم. طبعا استخدمت القانون اللي هو اتش التارجت بيساوي اتش اوكيبايد زائد ارتفاع الجهاز زائد الهورزونتال ديستنس في تاني الفي لايجاد منسوب كل من التوب والبوتوم. نفس القانون اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه. طلع منسوب البوتوم 23,764 من 1000 متر، اما التوب منسوب التوب بيساوي 49,503 من 1000 متر. كده بقى عندي منسوب النقطة
التوب والبوتوم في الأسفل، لو أنا طرحت الاتنين من بعض أقدر إن أنا أجيب ارتفاع المنشأ اللي هو يطلع بيساوي 25 متر 739 ألف، طبعا ارتفاعه من على وش الأرض. ننتقل للطريقة الثانية لاستخدام التدوليت. هذه الطريقة لو نظرت للرسمة هلاقي ان انا شغال على 3 نقط، في نقطتين محتلتين A و B، اضافة الى ذلك في الهدف بتاعي T، باجمالا 3 نقط. شرط اساسي ان ال3 نقط دول يكونوا واقعين في نفس المستوى الرأسي in the same elevation plane. يعني لو أسقطت ال3 نقط دول في المنظور الأفقي أو في البلان، هلاقي إن ال3 نقط دول واقعين على نفس الخط. يبقى لو قارنت الطريقة دي بالطريقة السابقة اللي كنت بستخدم فيها التدوليت برضو، هلاقي إن أنا هنا بتعامل مع نقطتين محتلتين مش نقطة واحدة فقط. الاختلاف التاني يكمن في ان المسافة الافقية ما بين الجهاز وما بين الهدف يستحيل او يصعب ان احنا نعينها، فبالتالي مش موجودة عندي هذه المسافة الافقية. ليه لجأت للطريقة دي؟ هنقول دلوقتي انا عندي نقطة T وقع في اعلى جبل، هذا الجبل شديد العورة، مش قادر ان انا اقدر اطلع الى النقطة دي، ولكن النقطة دي اقدر ان انا انظر ليها وان انا اوجه عليها واشوفها بواسطة التلسكوب. فاستخدامي للدستومات هنا هيبقى مستحيل، انا مش هقدر اطلع النقطة دي واحط عندها عاكس واوجه عليه، يبقى استخدامي للدستومات مش هينفع. نفس الكلام وجهة الجبل ما تعتبرش واجهة رأسية، وبالتالي المسافة الأفقية horizontal distance BTD مش هقدر أعينها كما هو الحال في الطريقة الأولانية لاستخدامي للتدوليت. بالرجوع إلى الرسمة السابقة، لازم يكون عندي initial data أو بيانات أنا عارفها من الأول، اللي هي أول حاجة منسوب النقطة المحتلة الأولى اللي هي A H A، منسوب النقطة المحتلة الثانية B اللي هي H B، إضافة إلى ذلك المسافة الأفقية ما بين النقطتين المحتلتين. المسافة الأفقية ما بين النقطتين المحتلتين. لما إحنا متفقين من الأول المسافة الأفقية من التدوليت لحد الهدف أنا مش عارف أجيبها نظرا لصعوبة أو لاستحالة ذلك. طيب إيه الأرصاد بتاعتنا؟ طبعا أنا بقف بالجهاز عند النقطة A وبعد كده بقف عند النقطة B، أو لو عندي جهازين ممكن أشتغل الاتنين مع بعض. فبالتالي هيبقى الجهاز الاولاني له ارتفاع من وش الارض HIA، الجهاز التاني له ارتفاع عن وش الارض HIB. بعد كده بعين بجهاز التدوليت الزاويتين الرأسيتين VA و VB اللي احنا شفناهم في الرسمة اللي فاتت. ال VA هي الزاوية الرأسية من التدوليت A لحد التارجت T، VB هي تلك الزاوية الرأسية من التدوليت الواقف عند البي لحد التارجت تي. كده انا خلصت الارصاد بتاعتي. ننتقل بعد كده للحسابات. هستخدم نفس المعادلة الحسابية اللي انا استخدمتها قبل كده في حالة معلومية المسافة الافقية ما بين جهاز التدوليت وما بين التارجت، هي نفس المعادلة الحسابية ما اتغيرتش. هطبقها مرة لإيجاد منسوب النقطة T من النقطة المحتلة A، ومرة تانية هطبقها لإيجاد منسوب النقطة T من النقطة B، وهنشوف دلوقتي ليه. المعادلة رقم واحد بتقول منسوب النقطة T HT بيساوي منسوب النقطة A HA زائد ارتفاع الجهاز الواقف عند النقطة A HA و HIA معلومين عندي، زائد الهورزونتال ديستنس اي بي زائد هورزونتال ديستنس بي تي في تان الفيرتيكال انجل لحد الايه. طبعا انا جزأت هنا المسافه من اول A لحد التي الى جزئين، جزء اي بي وجزء بي تي. تاني انا جزأت المسافه الافقيه الى جزئين، جزء اي بي ده معلوم وجزء بي تي ده يعتبر مجهول عندي.
يعني طبعا انا مش عارف المسافة من جهاز التدوليت لحد الهدف، لو كنت عارف المسافة ما كانش ليها لازمة اصلا ان استخدم هذا الاسلوب، ففي مشكلة في ايجاد المسافة ما بين جهاز التدوليت وما بين الهدف. فطبعا لو بصيت المعادلة دي اللي هي معادلة واحد، هلاقي ان في عندي طبعا اتش تي او المنسوب بتاع نقطة مجهول، اضافة الى ذلك دي كده تعتبر مجهولة اللي هي الهورزونتال ديستانس بي تي، اللي هي المسافة الافقية من الجهاز الاقرب للهدف والهدف. طيب دي المعادلة واحد فيها مجهولين. هنتقل المعادلة الثانية، هطبق نفس المعادلة ولكن ما بين بي وتي لإيجاد المنسوب بتاع النقطة. اتش تي بيساوي اتش بي زائد اتش اي بي زائد الهورزونتال ديستانس بي تي في تان الفي بي. لو انت بصيت لانيشال اوبزرفيشن هتلاقي المعادلة رقم 2 بتحتوي على مجهولين اتش تي والهورزونتال ديستانس بي تي اهو. طيب ولكن المعادلة واحد بتساوي المعادلة اتنين، يعني دي معادلة واحد هي بتقول اتش تي بتساوي، المعادلة اتنين بتقول اتش تي بتساوي، فبمساواة المعادلة واحد والمعادلة اتنين بنقدر في النهاية نخلي المجهولين يبقوا مجهول واحد اللي هو الاتش بي تي، فطبعا اقدر احل واجيب المسافة الافقية ما بين النقطتين تحديدا ما بين الهدف من جهة والتدوليت الأقرب إلى النقطة من جهة أخرى. احنا متفقين إن البي هي الأقرب والاي هي الأبعد، فكده بأصبح عندي المسافة الأفقية ما بين التدوليت بي وما بين الهدف تي أصبحت معلومة. تقدر تستخدم المعادلة واحد أو المعادلة اتنين وذلك في إيجاد مسافة او في ايجاد اسف المنسوب الخاص بالنقطة دي. ولو عاوز تجيب فرق المنسوب ما بين نقطتين بنحط ال اتش ايه في الطرف الايسر ونقدر نجيب فرق المنسوب ما بين النقطة المحتلة وما بين النقطة المجهولة. طبعا مش فارقة معايا ان انا استخدم المعادلة واحد او المعادلة اتنين، ما تفرقش معايا الاتنين هيدوني نفس الحل. ده مثال بيقول لي في عندي تارجت سما تي، في عندي اتنين بنش مارك اسمهم A و B، مديني المنسوب بتاعهم الاتنين تصادف ان منسوبهم واحد اللي هو 55.55 متر. قال لي ان الثلاث نقط دول واقعين في نفس المستوى الرأسي، يعني لو اسقطتهم في البلان بيظهروا لي على خط افقي واحد. مديني ارتفاع الجهاز عند النقطة A متر 24، ارتفاع الجهاز عند النقطة B 94%. قال لي كمان المسافة الأفقية ما بين التدوليتين بيساوي 50 متر. بيقول لي أنا لما واجهت من A لحد T كانت الزاوية الرأسية 13,125 درجة. بدي الزاوية الرأسية هنا على طول نخلي بالنا، زاوية رأسية مش vertical reading. ولما واجهت من B لT كانت 18,626 درجة. المطلوب بيقولي انا عاوز من سيادتك تحسب لي منسوب التارجت اللي هي النقطة تي، علما بان النقطة بي هي الاقرب الى الهدف من النقطة ايه. مسألة مباشرة جدا. طبعا انا في الحل مسكت المعادلة الخاصة بحساب المنسوب اتش تي بتساوي اتش اي زائد اتش اي اي الى اخره، عوضت هنا بيظهر عندي المجهول بتاعي زي ما اتفقنا هو الهورزونتال ديستنس من الجهاز الاقرب لحد الهدف، اضافة طبعا الى عدم معلوميتي للمنسوب الخاص بالهدف. هطبق نفس المعادلة على النقطة بي، برضو هيظهر لي المعادلة 2 وفيها المجهول الخاص بالهوريزونتال ديستانس بي تي. سويت المعادلة 1 بالمعادلة 2 وحليتهم مع بعض، طلع لي في النهاية ان الهوريزونتال ديستانس بي تي 115.119 متر. انا اخترت المعادلة 2 رجعت لها تاني بعد ما كان او بعد ما اصبح عندي منسوب المسافة الافقية ما بين نقطتين، عوضت عنها وجبت منسوب النقطة
التي بتساوي 95.290 متر. ننتقل للطريقة الثالثة والأخيرة لاستخدامنا للتدوليت. تتشابه هذه الطريقة مع الطريقة الثانية في إن أنا بتعامل هنا مع 3 نقط، نقطتين محتلتين أيضا، إضافة إلى ذلك النقطة الهدف. تتشابه أيضا في نفس المشكلة قابلتنا في الطريقة الثانية، وهي صعوبة أو استحالة تعيين المسافة الأفقية من الهدف إلى أحد الجهازين. عشان كده أنا استخدمت نقطتين محتلتين مش نقطة واحدة فقط. السر في كده بيكمن في إن النقطتين المحتلتين دول مع الرصد اللي أنا برصده هيقدر يخليني أعين المسافة الأفقية من الهدف إلى أحد الجهازين، وذلك عن طريق الحسابات. هذه الطريقة بتختلف عن الطريقة اللي سبقتها في إن الـ3 نقط دول مش واقعين في نفس المستوى الرأسي. يعني لو أسقطت الـ3 نقط دول في المستوى الأفقي هلاقيهم مش واقعين على خط مستقيم، ولكن واقعين على هيئة مثلث أو بيكونوا لي مثلث. نشوف ايه البيانات الابتدائية المفروض تكون موجودة عندي. اول حاجة ارتفاع او منسوب احد نقطتين محتلتين، وليكن مثلا انا هركز على النقطة ايه، فيبقى عندي منسوب النقطة ايه يكون معلوم. كمان لازم اكون عارف المسافة الافقية ما بين النقطتين المحتلتين A و B، horizontal distance A B. ننتقل بعد كده للقياسات. القياسات اللي انا هعينها، اول حاجة ارتفاع الجهاز اتش اي، يكفيني هنا ارتفاع جهاز واحد فقط. تاني حاجة الزاوية الرأسية من احد الجهازين، الجهاز اللي انا عارف منسوب النقطة اللي واقف عليها وقست من عنده ارتفاعه، هعين الزاوية الرأسية الخاصة بالهدف. تالت حاجة هعين الزاوية الأفقية اللي رأسها النقطة المحتلة الأولى، ثم رابع وآخر حاجة هعين الزاوية الأفقية اللي رأسها النقطة المحتلة التانية. طبعا مش محتاج أقول إن النقطة A لازم تكون شايفة النقطة B والنقطة T، والنقطة B برضو تكون شايفة النقطة A والنقطة T علشان أقدر آخد هذه الأرصاد كلها. ننتقل للحسابات عشان نحسب منسوب النقطة T. ده المثلث في المستوى الأفقي أهو تي اي بي، زي ما احنا فاكرين المسافة الأفقية دي اي بي موجودة عندي، الزاوية دي جبتها والزاوية دي جبتها برضو. كده المثلث أصبح فيه 3 عناصر، أنا عاوز أجيب المسافة الأفقية اي تي. بنيجي نعمل ايه؟ نقول مجموع زوايا المثلث بيساوي 180 درجة، انا عندي منهم زاويتين فاقدر اجيب قيمة الزاوية الافقية تي اللي هي الزاوية دي. بعدين من قانون الجيب او الساين رول بقول المسافة الافقية اي بي مقسومة على جيب او الساين الزاوية الافقية تي بيساوي المسافة الأفقية المجهولة اللي أنا عاوز أجيبها المسافة AT دي ها مقسومة على جيب أو ساين الزاوية B. كده قدرت أجيب المسافة الأفقية AT. ثم بعد كده بستخدم المعادلة الحسابية اللي أنا استخدمتها في الحالة الأولى واستخدمتها في الحالة الثانية من حالات عمل الميزانية المثلثية باستخدام التدوليت، هستخدمها هنا بدون أي مشاكل. بقول منسوب النقطة T المجهول بيساوي منسوب النقطة A دي اللي جبتها من البيانات الابتدائية أو initial data زائد HIA ارتفاع الجهاز اللي واقف عند النقطة A زائد horizontal distance AT دي جبتها من الحسابات مضروبة في تان أو ظل الزاوية الرأسية اللي أنا عينتها من
الجهاز اللي واقف عند النقطة ايه وذلك الى الهدف تي. ملاحظة صغيرة احب اقولها، انا لو عندي جهازين تدوليت هتبقى العملية اسهل بالنسبة لي، بس لو ما عنديش الا جهاز واحد حاض انتقل بقى ما بين النقط او النقطتين A و B بجهاز التدوليت. فمش شرط يكون عندك اتنين جهاز تدوليت، ممكن ان انا اجري هذه العملية باستخدام جهاز تدوليت واحد، ولكن على حساب هيكون على حساب الوقت. طبعا نفس الكلام بينطبق على الحالة التانية اللي هي خاصة بان التلات نقط موجودين في مستوى رأسي واحد، مش شرط ان يكون عندي جهازين تدوليت، ممكن اكتفي بجهاز تدوليت واحد فقط لا غير. مثال على الطريقة الحالية، بيقول انا عندي نقطتين A و B احتلا من قبل جهازي التدوليت، المسافة الأفقية ما بين نقطتين المحتلتين 85 و13 متر، الزاويتين الأفقيتين اللي راسهم A و B معطلية القيم بتاعتهم. بيقول أنا من النقطة A عينت الزاوية الرأسية للهدف، مكتوب هنا inaccessible يعني الذي لا يمكن الوصول إليه، وكانت الزاوية الرأسية بتساوي 44 درجة 55 دقيقة و9 ثانية. معطلية برضو في المسألة منسوب النقطة A 34.35 متر، وقاس ارتفاع الجهاز اللي واقف عند النقطة A وكان بيساوي 1.45 متر. ايه المطلوب؟ المطلوب ببساطة تعيين منسوب النقطة T. زي ما شرحنا بنتعامل في الأول مع المثلث في المستوى الأفقي، وذلك لتعيين المسافة الأفقية AT اللي هي المسافة دي. طلعت في النهاية بتساوي 57.199 متر. ثم بعد كده عوضت في القانون الخاص بحساب المنسوب، طلعت المنسوب بتاع النقطة بيساوي 92.838 متر. طبعا كل المسائل سواء في الحالة الأولى أو الثانية أو الثالثة، لو أنتوا أخدتوا بالكم من المسافات، أنا كنت بتعامل مع مسافات قصيرة أقل من 400 متر، عشان كده لم يذكر إطلاقا لا انحناء ولا انكسار. بس ده مش معناه ان انا اهمل تأثير الانحناء او الانكسار، او بمعنى اخر ان الانحناء والانكسار لو انا استخدمت دوليت يبقى مش موجود. لا، هذه المقولة خاطئة، الانحناء والانكسار موجودين سواء استخدمت ديستومات او استخدمت تدوليت فقط. وفي نهاية الميزانية المثلثية لازم نعرف المميزات والعيوب بتاعتها. اولا المميزات، اول حاجة الميزانية المثلثية ملائمة جدا في حال تعييني لارتفاعات المباني. تخيل كده المجهود اللي هتبذله عشان تجيب ارتفاع مبنى، تبدأ من اول قاع تحت وتبدأ تطلع وصولا الى قمة المبنى فوق على السلالم علشان تقدر تجيب فرق المنسوب بين القمة والقاع بالميزانية العادية، الموضوع هيبقى مرهق جدا. اما طبعا لو انا عارف المسافة الافقية ما بين التدوليت وما بين المبنى والمبنى وكده رأسية، الموضوع هيبقى اسهل بكتير. ايضا الميزانية المثلثية ملائمة جدا في حال النقط او الاهداف التي يصعب او يستحيل الوصول اليها. الميزة الثالثة بتظهر في حالة الاسطح الوعرة. لو بصينا للرسمة اللي موجودة قدامنا دلوقتي، في عندي نقطتين A و B اهي، ادي A ادي B، عاوز اجيب فرق المنسوب ما بين النقطتين. هستخدم مرة الميزان العادي ومرة هستخدم احد تقنيات الميزانية المثلثية. الميزان العادي علشان هذا السطح وعر والتلسكوب ما بيتحركش حركة رأسية، الحركة بتاعته أفقية، فبضطر ان انا اجيب فرق المنسوب
من أكتر من وقفة. في حالة الميزانية المثلثية، علشان التلسكوب بتاعي بيتحرك حركة رأسية، أنا بشتغل بالتدوليت أو بالتدوليت والـ EDM ديستوماتيان أو محطة رز متكاملة، فأقدر إن أحرك التلسكوب رأسي. فممكن في هذه الحالة إن أنا أجيب المنسوب أو فرق المنسوب ما بين نقطتين من وقفة واحدة فقط. الميزة الرابعة الخاصة بالميزانية المثلثية بتتلخص في إن المدى ما بين جهاز الرصد والهدف بتاعي ممكن يصل إلى عدة كيلومترات. لو قارنا الكلام ده بالمدى الخاص بالميزانية العادية أو الميزانية الدقيقة، بنلاقي إن المدى هنا بيبقى صغير. يعني الميزانية العادية المدى بتاعها ما بين الجهاز وما بين القامة ممكن يصل إلى 50 أو 60 متر. في الميزانية الدقيقة بنلاقي المدى بيقل، ممكن يصل إلى 20-30 متر. أما في الميزانية المثلثية زي ما قلت بيصل إلى عدة كيلومترات. طبعا ده هيوفر لي وقت ومجهود كبير جدا جدا. ورغم المميزات الكبيرة اللي موجودة في الميزانية المثلثية، ولكن يوجد فيها بعض العيوب. لو اتكلمنا عن الميزانية العادية، بنجد ان دقة القراءة واقل تدريج على القامة العادية بيصل الى 1 سنتي، وان اقل تدريج اقدر اوصله او اقل قراية اقدر اوصلها في الميزانية الدقيقة بيصل الى 1/4 الملي. طبعا في الميزانية المثلثية بنلاقي ان الدقة بتقل كتير عن القيمتين اللي انا قلتهم دول. وكمان لازم نبقى حذرين في الميزانية المثلثية من ظاهرتي الانكسار والانحناء، عشان المسافات بتاعتي ممكن تبقى مسافات كبيرة. العيب التاني في الميزانية المثلثية انه لابد من معرفة او قياس مسافات. لو انا فاكر في الميزانية الدقيقة او الميزانية العادية انا باخد بس قرايات على القامة، اما في حالة الميزانية المثلثية فكنت بعين المسافة المائلة، كنت بعين مسافة افقية علشان اقدر احل مثلثات واوصل في النهاية الى المنسوب الخاص بالنقطة او فرق المنسوب ما بين نقطتين. شكرا.